اليوم مانا حلوة. مبنى التزلج يلي بأذربيجان وقفناه اعتبارا من هاللحظة هي. الشركة الروسية المشاركة ما تحملت ضغوط الدولة الروسية وفكت العقد اللي كان بيناتنا. يعني انتو مانكن حاطين شرط جزائي على الشركة الروسية؟ انا فكرت الاجتماع خاص بأعضاء مجلس الإدارة. محمد يالجن أرزين رح يستلم مجموعة العمل المستقلة اعتبارا من اليوم، وجوده هلأ بناء على طلب مني. وهي علي بيك حطك بصورة الوضع. وجهنا أوامر لمحامي المجموعة ونحن رح نطالب بحقنا. طيب وليش دفعنا مبلغ تأميني ضخم مثل هاد؟ لا مو بس هيك، ولا بنك تابع لروسيا. الحق علي، حاولت أقنع الشركة الروسية بالسيولة الضخمة مع أنه جود بيك كان محذرني من القصة. بما أنه الحق عليك رح ينعمل معك اللازم. خلص انعمل اللازم. مصطفى بيك قدم استقالته هو، اجى اليوم لحتى يودعكن. قديش حجم الخسارة؟ لما حسبنا المصاريف طلعت الخسارة حوالي 20 مليون دولار. للأسف نحن بوضع حرج، في كم شركة لمجموعتنا بدنا نضطر نتخلص من أعبائهم. ومين اللي رح يرضى يشتريهم بقى؟ قال لي جود. تفضل. الفنادق والمشافي دايما في إلهم سوق. أهلا وسهلا عدنان بيك. أهلين. ما لحقت اجتماعكن، شو طمني الأخبار منيحة؟ مع الأسف لا. ما عم بفهم كيف مصطفى بيغلط هيك غلطة. بس أنا فهمت، مصطفى بيشتغل لمصلحة أكرم. ومن إمتى هالشي؟ اليوم عرفت بالموضوع وما بعرف من امتى. هاي العقود كتير سخيفة والخسارة كبيرة. كيف بيوقع هيك عقد ضد شركتنا؟ لك هذا عم يدمر شركتنا بكل وقاحة. كله بالتخطيط بصير يا علي. شو قلت؟ يا أما بتشارك شريكك بكل شيء لأنك واثق فيه، يا أما بتدفع ثمن عدم ثقته فيك. شو برأيك؟ اقعد اقعد. نحن حكينا مع صهرك وحاولنا أنه نقنعه بس للأسف ضل معند. هو هون ما نصهري، هو جود بيك. بابا تفضل اقرا هي العقود. بالحالات الطارئة، بالأضراب وبالحروب وبكل الظروف اللي رح تصير، هنن ما بيتحملوا مسؤولية أي شيء. جود ما قالوا أي ذنب. ما بيصير تقعدوا هيك مع بعض وتلوموا على الفاضي. أهلين جود بيك. برافو عليك، بس حاول انك تختفي فورا. عدنان بيك كتير معصب. فهمت عليك، معناتها رح اطلع برات البلد.